وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا معالي سفير أحمد الفضالي سفير مصر لدى جنوب إفريقيا. سيد سفير، بعد التحية، بعد إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام إلى عضويته، يعني كيف يمكن الاستفادة من دور مصر القوي لتقوية علاقات مجموعة البريكس في إفريقيا؟ مساء الخير على سيادتك والسادة المشاهدين. طبعا بداية إعلان التجمع عن دعوة مصر إلى الانضمام لعضويته نعتبره تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي مصري كبير وهادئ استمر لعدة أعوام، حرصت خلاله مصر على توثيق علاقاتها ثنائيا مع الدول أعضاء التجمع وأيضا مع التجمع ككل من خلال المشاركة في الجلسات التي دعا إليها التجمع اعتبارا من عام 2017 في إطار كان سيرة البريكس بلس. وانضمت أيضا مصر إلى بنك التنمية الجديد عام 2021. من هنا كان السيد رئيس الجمهورية قد أعلن اليوم تسليمه لهذا الإعلان واعتزازه بثقة كافة دول التجمع التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة وتطلعنا للتعاون معها خلال الفترة المقبلة. أما بالنسبة لإفطار سيادتكم، طبعا التجمع النهاردة في صورته الجديدة بيشمل نتكلم على ثلاث دول أفريقية، جنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا، وثلاث دول عربية، مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مصر هي القافل المشترك الوحيد بين المجموعتين الأفريقية والعربية في هذا التجمع. ده بيوفر مساحه اكبر للتوثيق مش فقط بالنسبه لتبديل المصالح الافريقيه ولكن ايضا المصالح العربيه. فيما يتعلق بالمصالح الافريقيه في يمكن اربع او خمس اهداف او مجالات محدده ممكن انه دور مصر يكون قوي لتقويه علاقه مجموعه البريكس بافريقيا. اولهم حاجة التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا. نعلم أن هناك خطة عمل للاتحاد الأفريقي ذات الأولوية ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا مثل مشروع سد إنجا وربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، وتعامل أيضا مع قضايا التغيرات المناخية. ايضا هدف اخر ممكن هو الاسراع في وتيره تنفيذ اتفاقيه التجاره الحره القاريه لدورها ليس فقط في اعطاء دفعه لجهود التنميه القاريه ولكن ايضا لتعزيز الاندماج القاري في الاقتصاد العالمي. وده بيشجع طبعا تدفقات الاستثمار الاجنبي الى دول القاره. طيب الامر الثالث هو تعزيز قدرات القاره تحقيق الامن الغذائي، خاصة أن الدول الأفريقية هي من أكثر تضررا وتأثرا بتداعيات الأزمة الراهنة العالمية الراهنة، أمر الذي بيؤكد على أهمية إيجاد حلول لتوفير الغذاء والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية وكده. الحاجات دي مصر النهارده حضرتك اترأت اللجنة التوجيهية للمكالمة الأفريقية للتنمية رؤساء دول وحكومات وكاله الاتحاد الافريقي للتنميه. هذه الرئاسه مستمره حتى عام 2015. نعمل من خلالها حاليا حتى من قبل دعوتنا للانضمام للبريكس الى تحقيق هذه الاهداف باعتبار ان البريكس هو احد شركاء التنميه للقاره. اما وقد دعينا للانضمام للقاره فده من شانه الاسراع بوتيره تحقيق مثل هذه الامور لانه صحيح مساحه اكبر للتفاعل مع بريكس هذا المجال. طب معالي السفير احمد الفضلي، يعني قمه بريكس الحاليه خطوه مهمه لتعميق التفاعل مع دول القاره الافريقيه، كيف سترى التعاون ما بين دول القاره الافريقيه ومجموعه بريكس وزياده مكاسب القاره الافريقيه من المجموعه؟ طبعا قد يحسب لجنوب افريقيا كدوله افريقيه وفي ظل رأسيتها للتجمع انها حرصت على زياده التمثيل الافريقي قدر المستطاع في عمليه التوسيع الراهن اللي هي تعد العمليه الثانيه، لانه جنوب افريقيا هي ذاتها تمتاز في عمليه التوسيع الاولى اللي شملتها لوحدها عام 2010. النقطه الثانيه يحسب ايضا لجنوب افريقيا انها حرصت على اعطاء مساحه اكبر للبعد الافريقي في علاقه التجمع مع دول العالم. طيب عملت ده ازاي؟ اول حاجه انه
طبعا الحرص انه بينطلق الاعلان عن التوسعه الثانيه من ارضها، لانها هي كانت نتاج عمليه التوسع الاول في عام 2010، وعقد القمه هذا العام تحت عنوان البريكس افريقيا شراكه من اجل النمو والتنميه المستدامه وشمولا في العلاقات متعدده الاطراف بصوره متفارعه وتبادليه. كل دي موضوعات متنوعه هامه للقاره. والامر الاخر انه الرئيس راموفوزا قرر في ابريل الماضي دعوه كافه قاده الدول الافريقيه هذا العام للمشاركه في اجتماع قاده التجمع معهم وفق صيغه بريكس. ما كانش ده بيتم قبل كده، كان بيبقى عدد محدود منتخب من الدول هي اللي بيتم دعوتها. التجاوب الافريقي الحقيقه كان طيب جدا مع الدعوه دي، شارك اكثر من 30 رئيس دوله وحكومه افريقيه في اليوم. طيب بالنسبه لما هو من الطبيعي ان يكون تطوير التعاون بين هذا التكتل ودول القاره يعني يكون موضع نقاش، يعني عشان نعمل حاجه اكثر من كده، بيكون محل تشاور بين الدول الافريقيه الثلاثه فيما بينها ومع الاليات الافريقيه القائمه مثل الاتحاد الافريقي وغيره. لكن مثل هذا التشاور ده يمكن ان يتم يكون في فرصه لاتمامه بصوره افضل طبعا بعد اتمام عمليه الانضمام للتجمع مطلع العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر معالي السفير احمد الفضلي سفير مصر لدى جنوب افريقيا.